اليوم ماتش كيجاك بونو ابراهيم. اليوم كانت مقابلة جيدة كما شفتوا حنا تايقين التمثيل القديمة تايقين الدراري ديالنا، واليوم كتبنا تاريخ جديد. كنا تنهضروا على 86 جينيراسيون ديالنا حنا كنا تنقصوا غير 86 دابا عاوتاني غنبقاو تعاودوا على كلشي دابا ان شاء الله غنتأهلوا للفينال ونجيبوا الكاس من قلب الدوحة. وشكرا ان شاء الله الكاس خلاص لافوكا جيب لنا الكاس. حاسس حالي نص فلسطين رجع، وان شاء الله بعد النهائي بنرجع كل فلسطين ان شاء الله. مفتاح الفوز مبروك شارع المغرب وسوريا واحد. مبروك لكل العرب. مبروك يا بدر. مبروك كيجاك اليوم؟ كيجاك المباراة اليوم؟ أحسن ماتش دات في التاريخ واحد جماهير لاعبين مدرب جامعه كلشي الحمد لله فرحان، ولكن اسيدي رجع للبطول سيدنا الله يكسرو. عاش الملك، عاش الاسره العلويه الشريفه، والحمد لله حنا فرحانين هنا بنا نبقاو حتى نجيبو معنا الكاس. وشكرا. اليوم السبع كان سبع والسبع ديما حاضر. السبع ها هو السبع. السبع اجي معايا السبع سويره معايا السبع. اوكي السبع ديالنا هذا هو السبع. السلام عليكم خويا، فرحانين وجه
جد فرحاني نفوز المنتخب الوطني. كانت عندنا ثقة فيهم وبفضل الله ربحنا وان شاء الله على سبيل قدموا فينا ولا فينا. كيجاك اليوم بونو والدراري؟ كلشي تبارك الله، كلشي رجال، كلشي عطا اللي عنده كسر. سلام مبروك عليك. مبروك، بارك الله فيك. لعبت ماتش جميل والحظ ما بخليش الحظ. دابا ما خصني نخلب على تيكي الكارت فينال. ان شاء الله تلقاي تيكي الكارت فينال ونبقاي معنا حتى الدومي فينال. علاش لا؟ ان شاء الله. الماتش كان غزال وليكيب المغرب لعبات مزيان. الصوت مشى. ولا عليك يمشي ويجي. الحمد لله. ولا هو المهم. ان شاء الله غنمشيو بعيد ان شاء الله. انت جايه من وين؟ انا جايه من المغرب، من الدار البيضاء. من الدار البيضاء بنت مدينتي، مرحبا بك. انا من الدار البيضاء. امتى وصلتوا؟ حنا وصلنا في الاول من البدايه. كنا شارين هذا الماتش، ديال النسيان. دابا خصنا نقلبوا على الماتش ديال الكار باش نشجعوا المغرب، وحنا مازالين جالسين وبحال والو غنجيبوا الكاس للمغرب. سيد عيوان عندك الكاس هادشي المغرب. شي زغروته مغربيه. الصلاه والسلام على رسول الله. إلى جاي نجا سيدنا محمد. الله معاه. هذا الانتصار هذا كبرنا الحلم ديالنا وكبرنا الطموح ديالنا وحققنا الحلم حتى حنايا. وكنشكروا اللاعبيه كلهم، بونو والاخرين، والكيب ما كتربح ماشي بعنصر واحد، كتربح بعناصر ديالها. الحمد لله اليوم عندنا عناصر متكامله، واخا كنا خسرنا كنا فخورين ومعتزين بهذا المنتخب والحمد لله. كان الاداء كان كل شيء موجود اليوم. كان كل شيء موجود، كان الجمهور، كان الملعب مملوع على الاخر ديالو وممنوع المغاربه اللي الحمد لله في جاب، وهذا تشريف لنا المغاربه وتشريف العرب اجمعين. ان شاء الله. مبروك عليكم. مبروك. الله يفرحكم. الله يفرحكم. اجي اليوم فرحانه. الحمد لله. الف الف الف. كيفك الماتش؟ لكل العرب رائع اكثر من رائع. احنا من فلسطين ونشجع كل دوله عربيه. الف بلدنا الثاني اليوم المغرب انتصر وبستاهل الانتصار. احنا كفلسطينيه بنشجع المغرب وحضرنا وجايين مشان نشجع المغرب ونحضر لهم. الف مبروك. الكلمه للفلسطينيين، شنو نقول للفلسطينيين؟ رفعت راسنا بالمونديال، تواجد كل مكان، الاعلام الفلسطينيه العربيه المغربيه في كل مكان. الحمد لله صوتنا وصل ورايتنا واصلة، وكلنا كنا متواجدين اليوم قدر الإمكان على مباراة المغرب واستاهلوا الفوز. وألف ألف مبروك. لا فلسطين حرة، وطن عربية وإسلامية وطن حرة.